السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الحوت. برج الحوت، صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج الحوت هيكون عندكم طاقه ايجابيه وهيكون عندكم فرج الفتره اللي جايه وتغيرات حلوه. تاريخ الفيديو بتاعك ايه؟ تاريخ الفيديو 17 ابريل، ده تاريخ الفيديو بس، التاريخ بس علشان مصداقيه قناتك، اما قراءتك عامه ومفتوحه وتنطبق على الجنسين يا برج الحوت. لعل ربنا يكتب لك في كل خطوه سلامه. بس اهم حاجه ما تنساش تدعم الفيديو بتاعك باللايك الحلو وبالتعليق الجميل اللي بتصلي بيه على الحبيب، وتركز معايا في قراءتنا النهارده، وان شاء الله باذن الله هيكون في تبشرات وفي تغيرات حلوه. نشوف بقى مع بعض الطالع بتاعك والتوقعات، ونشوف ايه الاخبار اللي عندك. بسم الله. طيب، والله اللون اصلا وحده يفتح النفس، يعني اللون بتاعكم بيدل على التبشرات وعلى الاخبار الحلوه. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه، انتوا عندكم خير او عندكم فرحه او عندكم امر جديد هيتحقق الفتره دي. ليه بقى؟ عشان الفتره دي فتره حساسه جدا. انتوا هنا عندكم حد هتكتشفوا على حقيقته، حد عامل لك نميمه وكان سبب بشكل كبير جدا في المشاكل اللي انت فيها او بتمر بيها. كمان انت عندكم ردة الفعل دي هتكون قوية جدا. بس عندكم اسم محمد، وفوق اسم محمد في وعكة صحية، ده بيدل ان انتوا في حيرة وفي خوف، واسم محمد ده في حياتكم او في حد قريب منكم. كمان انتوا هنا في ازمة مريتوا بيها وعلى وشك ان انتوا تتخلصوا منها. كمان البعض منكم بيعاني من شوية امور مضايقاه، في شوية خلاف بينه وبين حد، عنده خلاف مع اخت، خلاف مع اخ، خلاف مع حد من وضع الطمع او من وضع ان هم طمعانين في المال بتاعكم، بس انتم مش عارفين تتعاملوا ازاي او ما عندكمش ردة فعل الفترة دي. في شخص غريب مش من تبعكم. الشخص ده مركز معاكم جدا، ودايما بيحاول بقدر المستطاع يدخل بيتكم ويحسب لكم كل حاجه. هو اصلا طمعان في كل حاجه في حياتكم. انتوا صراحتكم ودايما انتوا بتكونوا صراحه مع الناس الاخرانيين، ده اكبر غلط انتوا بتعملوه الفتره دي. والصراحه بتاعتكم بتوقعكم في مشاكل وبتخليكم انتوا حيرانين وبتخليكم انتوا عندكم وعكه صحيه. كمان الفترة دي في خبر او في رسالة او في مكالمة تخص حد انتم مستنيينها بقالكم مدة. الرسالة دي هتكون خير، واقرب مليكم هيكشف لكم سر خطير بينكم وبين حد، ومش هتكونوا متوقعين بردة الفعل. البعض منكم عنده مواجهة مع شخص او حد عنده مواجهة، وهيحاول ياخد قرار حاسم ويتصرف باللي هو يناسبه. كمان انتوا عندكم مناسبة حد هيتصل بكم فيها او حد هيدعيكم. المناسبة دي هتروحوها وهتكون حفل الزفاف او حفلة عيد ميلاد او خطوبة، هتكون مناسبة حلوة. كمان انتوا هنا زعلانين على نفسكم جدا من قلة نومكم، مش منتظمين في قلة يعني في نومكم، ولا مستقرين في اكلكم ولا في شربكم، مفيش توازن عندكم ودايما قلقانين. عندكم عودة للحبيب الفترة دي او لقاء يخص الحبيب. كمان انتوا هنا في مكالمة برضو مستنيينها بخصوص الشريك. المكالمة دي هتغير حتى المود بتاعكم، او هيبقى انتوا في انتظار مكالمة. دايما اقول احترسوا من شخص بيحاول يستغلكم بطريقة انتوا عارفينها كويس جدا، وبعد كده هتبعدوا عنه وهتقرروا ان انتوا ما تتعاملوش معاه ليه تاني، عشان هتشوفوا في عينيه الحقد والغل، وهتشوفوا هو ازاي باصص لكم البصه الغريبه دي وانتم طول الوقت مش واخدين بالكم، طول الوقت بتتعاملوا معاه، طول الوقت حابين انه يكون وجوده في حياتكم، وانتم هنا مأذيين بشكل كبير جدا او بشكل مؤذي، يعني مأذيين قوي، خايفين من ردة فعل، في قلق، في حيرة، في نميمة تخص حد عليكم او تخصكم انتوا على حد، الله اعلم، بس في نميمة عندكم. كمان هنا في مشروع، والمشروع ده هتكسبوه حلو جدا، بس هو محتاج دعم، محتاج حد يكبره لكم، محتاج انتوا تبذلوا مجهود فيه اكتر، عشان المشروع ده هيبقى نجاح عظيم على حياتكم، وهيكون فيه ازدهار قوي ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه. ليه؟ علشان انتوا من خلال المشروع ده هتحطوا رجلكم على ارض صلبه، وهيبقى لقاء حلو. طيب، انتوا عملتوا خير مع حد،
وترد لكم العكس، في خير او في كرم او في فضل انتوا وقفتوا مع حد فيه وترد لكم العكس، وزعلتوا جدا وقلتوا ليه انتوا بتعملوا فينا كده، رغم ان احنا فعلا كانت نيتنا اتجاهكم خير، كانت نيتنا اتجاهكم بصلح بطاقة ايجابية، فانتوا قررتوا ان انتوا تمشوا بتبعدوا عن الشخص ده وما تتعاملوش معاه لأي سبب علشان لقيته هو فعلا حقود. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طيب انتوا مضغوطين الفترة دي جدا، وحاسين ان الايام دي تقيلة على قلبكم، مش عارفين ايه اللي بيحصل، بس ربنا هيسترها معاكم الفترة دي وهيسهل لكم حاجات كتيرة جدا انتوا حاسين ان هي مستحيل تتسهل. كمان في ورقة تخص الحكومة او تخص المحكمة هتخلص على خير، انتوا محتاجين تغيير هنا، في زيادة في الرزق، في زيادة في المال، في زيادة في الوضع اللي انتوا في التحسن بإذن الله. بس من وقت للتاني بتجيلكم طاقة إحباط بالكسل والتفكير السلبي والخمول والصداع اللي مستمر، وعشان كده انتوا عندكم عين حقودة وحاسداكم وبتراقبكم في صمت. دايما اقول لكم خدوا بالكم وانتبهوا من اي حاجة في حياتكم حتى من ملابسكم. كمان البعض منكم هنا بدأ يهتم جدا، فعلا حرفيا بدأتوا تهتموا بنفسكم وبدأتوا تعالجوا المشكلة اللي عندكم او تعالجوا الحاجة اللي بتاخد الطاقة بتاعتكم. انتوا معروفين عنكم ان انتوا اشخاص روحانيين جدا، بتكتشفوا النفاق والكذب وبتكتشفوا كل واحد على حقيقته وبتتعاملوا معاه بطريقة مش زي الاول، يعني التغيير فعلا بان عليكم، او انتوا ما بتوش حابين اصلا تتعاملوا في العلاقة دي، او ما بتوش تتعاملوا مع الناس اللي هي بتتعامل معاكم بطريقة غير مباشرة. في شوية تعب ظاهر جدا على وشكم، وده قلة نوم، رافعين ايدكم لربنا وبتقولوا يا رب احنا محتاجينكم، محتاجينك سهل لنا الامور اللي احنا فيها حاليا. بس في شوية زعل جواكم وبتحاولوا تضحكوا وبتحاولوا تظهروا ان انتوا اقوى ناس في العالم، بس طبعا الطاقة دي مأثرة عليكم، بس بإذن الله هتعدي على خير، وفي كمان عوض من عند ربنا وهيكون رزق واسع. البعض منكم في طريق سفر مفتوح قدامه هيدخل فيه، بس هو محتاج شوية مجهود وشوية عمل زيادة. بينك وما بين الشريك او بينك وما بين الشريكة في مشاعر مستخفية، في امور مستخبية الله اعلم، في شخص هنا بيحبكم ومش راضي يبين او مش عايز يظهر محبته اتجاهكم، او في امور هو بيفكر فيها، في اخد وعطى عندكم الفترة دي، في تراكمات جوه قلبكم بس مش عارفين تتعاملوا بيها ازاي او مش عارفين تبدأوا ازاي، في كذا امر مضايقكم، دايما بتحس ان انت في تقل على الصدر ومش عارفين ايه السبب. كمان انتوا هنا عندكم طاقة، الطاقة دي هتخليكم تتغلبوا على اكتر الامور اللي في حياتكم وهتخليكم تدخلوا في فترة حلوة. بس كمان في الغاء قرار انتوا خدتوه يخص عمل حسيتوا ان انتوا تسرعتوا فيه، فدلوقتي بدأتوا ان انتوا تطلعوا نفسكم من القرار ده وهتنهوا وهتحاولوا تكبروا دماغكم شوية. مين الشخص اللي محتاج منكم مساعدة او نصيحة وانتوا هتقفوا معاه وهتساعدوه؟ لو انتوا في علاقة عاطفية اليومين دول حاولوا تحافظوا عليها، وبلاش مشاكل كل شوية، وبلاش ان انتوا تغيروا على الشريك بشكل سريع او بشكل طول الوقت، علشان الشريك ممكن ما يكونش متعود على كده فده تخلق المشاكل بينكم. مين عندكم عايز يغير تليفونه او عايز يغير حاجة عنده؟ انتوا ناويين تطلعوا تعملوا حاجة جديدة، ناويين تتصدقوا عن مال عندكم، او في صدقة صدقة جارية انتوا هتعملوها الفترة دي وهتكونوا مبسوطين جدا ان انتوا فعلا هتعملوها. كان في حاجة محيراكم وسمعتوا بخصوصها اجابة او بخصوصها حاجة، حصل الكلام ده؟ سمعتوا بخصوصها امور او امر؟ عايزاكم تحرصوا في التعامل وفي الكلام مع الناس اللي حواليكم، وبلاش من وقت للتاني تدخلوا نفسكم في حيرة
وفي تراكمات سلبية، عشان التراكمات عندكم ملازماكم في أكتر من حاجة ومخلياكم دايما عندكم خمول وكسل وإرهاق مش طبيعي. كمان البعض منكم عايز يعمل حاجة بس الأهل مش واقفين معاه ومش جايين جنبه أو مش واقفين جنبه. وانت هنا يعني ممكن انتوا عايزين حاجة وفي حد واقف في وشكم ومش عارفين. مميزين جدا ان انتوا بتعرفوا حرفيا تظهروا الناس اللي حواليكم. معروف كمان ان انتوا بتعشقوا اللون الاسود، واللون الاسود ده بيديكم طاقة ايجابية، وعشان كده البعض منكم اغلب هدومه سودة او اغلب الهدوم بتاعته فيها اللون الاسود. كمان حرفيا حرفيا خرجتوا ناس من حياتكم، ومن وقت الناس اللي انتوا خرجتوها من حياتكم دي طول الوقت لا اما التليفون مقفول، لا اما التليفون صامد، لا اما بتردوش على حد، بدأتوا حتى التغير يظهر عليكم. في حد بيحبكم قوي، وبمجرد ما بيتكلم معاكم بيعرفكم من نبرة صوتكم، بيقول لكم اذا انتوا فيكم حاجة او انتوا كويسين او انتوا في حاجة، ما بيعرفكم على طول. مين السبب اللي كان تأجير رئيسي في المخططات بتاعتكم او في التفكير بتاعكم؟ ممكن تكون انتوا كنتوا جايبين مشروع او جايبين ورقة وقلم وبتمشون بالورقة والقلم، وفي حاجات كتيرة جدا اتأجلت عندكم. في عمل جديد وخطوة جديدة في انتظاركم، هتكون مليئة بالتفاؤل وهتظهروا طاقة جديدة. كمان علاقتكم بالحبيب بدأت تتحسن عن الأول. ممكن يكون عندكم انتوا برج الدلو، برج العقرب، برج الأسد، برج السرطان، عندكم برج من دول هيكون في رجوع، او في حد هيرجع لكم ندمان على قرار انتوا خدتوه او على موقف حصل، فانتوا من بعد الموقف ده خدتوا قرار. انتوا شايفين نفسكم ان انتوا في مرحلة صعبة، لكن المرحلة دي هتتحول لنجاح كبير جدا في حياتك للأفضل، وهيبقى فيه بشرة انت منتظرها بقالك مدة، هتحصل على خير. طب انتوا محتاجين حد هنا بشدة قوي، في حد عمالين تدعو ربنا ان هو يقف معاكم، محتاجين حد فعلا. الأيام دي نبضات القلب سريعة عندكم وبتفكروا كتير جدا، او في حاجات عايزين تعملوها بس بترجعوا لورا ومش عارفين تبدأوا ازاي. اقدر اقول كمان ان هنا في بداية فترة الحصد التامن اللي انتوا عملتوه، وفي حلم جميل جدا عندكم هيتحقق، بس حاولوا تستحلوا بالهدوء وبلاش التفكير السلبي مهما يكون، عشان التفكير السلبي بيوزع عليكم طاقة سلبية، وبمجرد ما بيوزع عليكم طاقة سلبية بتتحكم فيكم، ما بتبقوش حاسين بطعم أي حاجة حواليكم. طيب في حد انتوا بينكم ما بينه علاقة بس في اختلاف، او في عراقيل بينكم؟ انتوا رأ طول ما انتوا مصممين على حاجة مفيش حاجة اسمها توقف الحلم بتاعكم، مفيش حاجة ان انتوا ترجعكم عن اي حاجة انتوا عايزينها، وبلاش تأنيب الضمير على حاجات انتوا ما عملتوهاش، على حاجات انتوا ما تعرفوش عنها حاجة. دايما عندكم تأنيب الضمير، ودايما ضميركم بيأنبكم في كل حاجة انتوا ممكن يعني فعلا حرفيا يعني ما يكونش عندكم خلفية عنها، وتلاقوا كده الضمير كله عندكم انتوا، او كل الناس تحط اللوم عليكم. الفترة دي عندكم طاقة حسد، والحسد ده مأثر عليكم زي ما قلت لكم في اكتر من حاجة. في اتنين عايزين يعرضوا عليكم عرض، والاتنين دول هيكون عرض حلو، وهتحسوا ان العرض ده جاي لكم من عند ربنا علشان يكون طبطبة على حياتكم. انتوا في اختبار من ربنا، لازم تتحكموا في الوضع اللي انتوا فيه بالعقل مش بالقلب، ما تخلوش العاطفة هي اللي تسيطر عليكم. في مفاجأة حلوة من شخص هيتكلم معاكم وهيوصلكم لطريق خير او لطريق جديد او لموضوع جديد، الله اعلم، بس هيفتح معاكم طاقة تانية خالص في حياتكم أفعى، أو في حياتكم
حد بيأذيكم، حد بيتمنى لكم الشر وانتوا هتعرفوه فهتتعاملوا معاه بطريقة تانية. في ناس حواليكم أكلت من خيركم ونقرت جميلكم، الناس دي من الناس المقربة لقلبكم. كمان بالكم مشغول وحيرانين جدا في موضوع أو في طاقة معينة، في مشروع أو قرار هتاخدوه الفترة دي هيفرح قلبكم، أو ممكن يكون الخبر اللي هيجيلكم بعودة الحبيب. ودايما أقول ما تتسرعوش أبدا في قراراتكم مهما تكون، وما تحكموش على حد غير لما تشوف اللي قدامكم يستحق الحكم ده ولا لأ. ما تقلقوش لان اموركم كلها هتمشي زي ما انتوا عايزين، اوراقكم كلها هتتم الفترة اللي جاية. ايه الحاجة اللي انتوا فاقدينها ومازال بتدوروا عليها؟ يعني حاجة انتوا فاقدينها، ممكن يكون شعور، احساس، انتوا في حالة فقدان لطاقة معينة، في حاجة انتوا فاقدينها وبتحاولوا يعني يكون في توازن عندكم او في تحقيق. البعض منكم ناوي على حاجة جديدة، البعض منكم خايف يكون خد قرار ومتسرع فيه. مين الشخص اللي نهيته معاه علاقة بسبب فتنة؟ الطرف الثالث موجود، مازال موجود في حياتكم، لسه ما خرجش او خرج فترة ورجع تاني. طرف ثالث عندكم، عندكم حرف الاي وحرف الان، دول موجودين في حياتكم، والاذى جاي لكم من حرف الان، خدوا بالكم. عندكم حماس وتحقيق أمنية، البعض منكم عنده شهرة أو أنتم مستنيين شهرة. شوف أنتم مستنيين إيه، أنتم عندكم طاقة معينة جديدة. إيه الحاجات اللي عمالة تزيد عندكم وبتشتكوا منها؟ في استجابة لدعاء عندكم طال انتظاره، الاستجابة دي لأما زواج لإما استقرار في حياتك المادية. الفترة اللي جاية انتوا هتحصلوا على حاجات جديدة، بس حاولوا ان انتوا تاخدوا راحتكم في النوم، علشان قلة النوم اللي عندكم دي مسببة لكم ضغوط نفسية ومفيش اي استكمال في حياتكم بسبب الضغوط اللي مأثرة عليكم. كمان اقدر اقول لكم او ابشركم ان انتوا عندكم قضاء حاجة، وهتبقى حاجة انتوا بقالكم مدة منتظرينها، لكن الحزن اللي عندكم هيتبدل لفرح. وكمان انتوا في هنا زيارة مفاجأة، او حد هيكلمكم مفاجئ، امور هتحصل عندكم مفاجأة الايام دي. مين الاشخاص اللي من ابراج هوائية موجودة عندكم في حياتكم ومنكم وبينها كلام، بينكم وبينهم مواضيع، او في طاقات بتتفتح ما بينكم؟ وبلاش تجيبوا اللوم عليكم في كل حاجه، حاجات انتوا ممكن ما يكونش ليكم ذنب بتجيبوا اللوم عليكم فيها وانتوا حرفيا ما تعرفوش عنها حاجه، او بتقولوا مش عارفين. في حد حاسس ان انتوا قليلين وبيتكبر عليكم، او دايما بيقول يعني بيبان ان هو متكبر، او هو شخص اناني اصلا، بس بيبان ان هو ما فيش زيه، بيبان ان هو عادي ومش وانتوا ما بتحبوش الطاقة دي. مع بداية الايام اللي جاية هيكون في طاقة جديدة، الطاقة الجديدة دي هتخليكم تحسنوا من الاقدار اللي عندكم، وهتدافعوا عن نفسكم بشكل كبير جدا، وهيكون في تحسنات ايجابية. ليه؟ علشان انتوا ناويين على التحسنات اللي انتوا حاليا بتستنوها او حاليا بتحسبوها بالورقة والقلم. كمان انتوا هنا على وشك النقلة الجديدة، او على وشك الحلم بتاعكم، فاوعوا تتخلوا عن الحلم بتاعكم مهما تمر بظروف قاسية، او مهما الظروف عندكم تكون ازياكم.
في سكة جديدة هتتفتح لكم قدامكم، السكة دي هتكون من عند ربنا، هيكون فيها رزق كبير، وهتلاقوا الحاجة اللي انتوا فاقدينها بقالكم مدة. انتوا كمان قررتوا الفترة دي ان انتوا تبعدوا عن حد متأكدين ان هو ظلمكم وجه عليكم، وعشان كده قررتوا ان انتوا خلاص تنسحبوا عنه. في عقاب، عقاب حد عاقبكم بيه، او انتوا عاقبتوا حد في حياتكم، هو في عقاب عندكم، انتوا عاقبت حد عقاب وسبتوه ومشيتوا وقلت له حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، لانه سرق منكم الضحكة وسرق منكم كل حاجة في حياتكم. طيب ايه الحاجة اللي انتوا يعني ليها ذكرى معاكم؟ خاتم، سلسلة، في حاجة عندكم بتحبوا تلبسوها جدا، ليها ذكرى كبيرة جدا عندكم، او ليها ذكرى كبيرة معاكم. وان شاء الله بإذن الله الحزن اللي عندكم ده هيتبدل لفرح، وهيخليكم تنسوه بفضل ربنا، علشان انتوا فعلا حرفيا ما بقيتوش طايقين اي حد، حتى الناس اللي عندكم او حواليكم بقيتوش طايق فعلا، ما بقيتوش عايزين تكلموا مع حد، عايزين تفتحوا مواضيع مع حد طول الوقت، مش عايزين ان انتوا مش عايزين حتى حد يهتم بيكم. الامور عندكم بدأت تتغير، او انتوا بدأتوا تتغيروا. مين الحد اللي عندكم بدأ يروح لدكتور نفساني، بدأ يشوف ايه اللي عايز يعمله؟ في امور عندكم بتستجدوها، انتوا دايما بتحموا الناس اللي حواليكم، ودايما بتكرموا الناس اللي حواليكم على نفسكم، وبدأتوا تأذوا نفسكم من اجل الاخرين. ايه النتيجة في الاخر؟ انتوا اللي تعبتوا، والناس اللي كلتوا معاهم عيش وملح ما تمرش فيهم. حصل ولا ما حصلش؟ اتخذلتوا جدا من ردة فعلهم، وعشان كده قلتوا احنا ملناش نصيب في الحب، احنا في نصيبنا في الحب ما فيش اي تجديد فيه. دايما محطوط عليكم في المسؤولية، بتتحملوا مسؤوليات فوق الطاقة بتاعتكم، وما فيش حد واقف جنبكم في اي حاجة. قررتوا ان انتوا تشتغلوا في وضع معين للافضل، وفي تحقيق لاشياء جديدة انتوا قدامكم. حصل عندكم اكتر من مرة خيبة امل، بس برضو مازال بتعفروا وتجهدوا. ديكم يومين او 3 ايام بالظبط في مكالمة مستنيينها من حد، او في حاجة تخص حد انتوا مستنيينها الفترة دي، بمجرد ما هتجيلكم هتحسوا قد ايه ان ربنا كريم عليكم، ان ربنا هيحقق لكم جزء من حاجة معينة ليكم، او هتبدأوا ان انتوا يبقى في رسالة بينكم ما بين شخص، الله اعلم، بس حرفيا هيكون في تميز حلو، وهيكون في طاقة ايجابية. بتعانوا الفترة دي من بعض الوجع اللي في الجسم، او من بعض الامور اللي عمالة تزيد عندكم مخلياكم مش عارفة تتواصلوا مع الناس اللي حواليكم، او الامر المعاكس عندكم مخليكم دايما مش عارفين تشوفوا الناس اللي حواليكم بتفكر ازاي. انتوا عندكم خطوة جديدة، او رسالة جديدة، او قرار جديد هتاخدوه. كمان افكاركم الفترة دي فيها تسرع وفيها عصبية، حاولوا تهدوا من التوتر وتشيلوا الموضوع اللي مضايقكم، وزي ما قلت تحطوا نقط على حروف وتبدأوا بداية، لان انتوا هنا عندكم نتيجة حلوة. رغم ان انتوا دخلتوا في فترة منعزلة، بس في بعض الامور هتحاولوا تخرجوا منها في فترة ايجابية. في كمان خروج من الطاقة السلبية، وهتخرجوا لعالم تاني، او لحياة تانية، او لامور تانية خالص، والمشكلة اللي عندكم دي هتنحل بشكل كبير جدا، وهتطلعوا من بعض القلق وبعض الحيرة. عندكم شخص نرجسي، شخص علاقته بكم مش لطيفة خالص، انتوا هتقيموا العلاقة دي، وهتعيدوا ترتيبكم من جديد، وهتعيدوا حساباتكم من جديد.
لو انتوا عندكم خوف او بعض الامور اللي قلقاكم او بعض الامور اللي عامله لكم اذى، انتوا حاليا هتتخطوا كل المشاكل اللي انتوا فيها، وهيبقى في نصر عندكم، وهتبقى في رسم امور جديدة، في تغيير مكان لمرحلة تانية، او في ازدهار ليكم. كمان انتوا هنا هتبعدوا عن الخلافات كلها اللي وقعت عليكم، وزي ما قلت ان انتوا هتعرفوا الشخص اللي عامل لكم فتنة ونميمة في حياتكم، مش يعني انتوا هتاخدوا بخصوصه قرارات كتير او هتبدأوا مواضيع كتير بيه. في طاقة تردد للمتجوزين، المتجوزين انتوا بتعانوا من بعض الغموض، او بتعانوا من بعض ان الشريك مهمل معاكم في المعاملة، بس هتكتشفوا سر مخيف ليكم. المنفصلين انا دايما اقول لهم ان انتوا محطوط عليكم، وانتوا اللي بتدخلوا لنفسكم طاقة التردد وطاقة الحيرة، فلازم تطلعوا من الخمول اللي انتوا فيه ومن الطاقة اللي مأثرة عليكم بشكل كبير، علشان انتوا مش حمل اي طاقة سلبية. انتوا بتحاولوا ان انتوا تمشوا او تبعدوا او ترتبوا اموركم، وعشان كده عندكم بدء تيسير معاكم في بعض الامور من بعد وقف الحال. وعندكم كمان حد في العيلة او في المحيط بتاع العيلة هيبقى عليه ضغط كبير جدا الفترة دي، وانتوا هتقفوا معاه وهتساعدوه برضو، انتوا بتحبوا تساعدوا كل الناس ما شاء الله عليكم. طيب انتوا هنا في ترتيب لامور، وفي امور جديدة هتستقلوا بيها، وفي استقرار نفسي، وحلو جدا في استقرار عاطفي. كمان العزاب انتوا عندكم ارتباط، هتكونوا في قعدة حلوة، في مكالمة هتجيلكم الفترة دي هتبسطكم جدا، او في خبر هتسمعوه هيفرحكم قوي. بس ليه من وقت للتاني بيجيلكم وجع في المعدة والرجلين؟ عايزاكم تخلوا بالكم من واحدة طويلة، الواحدة دي مش تخينة، بشرتها قمحوية، الست دي خبيثة جدا جدا، حاطة عليكم ودايما عينها اتجاهكم، وبتحاول ان هي بقدر المستطاع عايزة تشمت فيكم، وعشان كده تحذروا الفترة دي من نميمة ومن شخصين حواليكم في العمل مش كويسين. وبلاش ان انتوا تدافعوا عن حد انتوا ما تعرفوش نهايته ايه، وما تعرفوش ضميره اتجاهكم ايه، يعني ما تدافعوش قوي عن حد وانتوا مش فاهمين ايه اللي بيحصل. في كمان علاقة فيها انتصار، وفي امور انتوا هيبقى فيها لم شمل ليكم. في هنا مناسبة، المناسبة دي هتكون حلوة جدا، وحد هيجيب لكم هدية، او انتوا هتهادوا حد حاجة. البعض منكم عنده كتب كتاب، في كتب كتاب هيحصل عندكم الفترة دي، وفي امور جدية، او في استقرارات نفسية، في طاقات انتوا هتطلعوا منها بشكل كبير جدا. البعض منكم عنده زواج، عنده خطوبة، عنده فرحة، عنده لقاء عاطفي، عنده استقرار هيمر بيه الله اعلم، بس في افكار انتوا هتتخلصوا منها تعباكم وازياكم في اكتر من حاجة، وهتسمعوا اخبار جديدة. كمان انتوا هنا في ناس فعلا هترموها برا، الناس دي انتوا هتاخدوا من يعني من وراها قرار، والقرار ده انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم هتكونوا عندكم مرحلة جديدة ودفعة لقدام، بس عندكم حالة وفاء. مين عندكم متوفي؟ في حد متوفي عزيز على قلبكم، او انتوا كنتوا بتحبوه قوي، او لما توفى انتوا زعلتوا عليه، او اخد من طاقتكم كتير وانتوا حرفيا زعلانين وعايزين تركزوا في حياتكم بس مش عارفين، بسبب الخوف اللي مأثر عليكم او بسبب الضغوط اللي انتوا فيها تعبانين. في اكتر من موقف عندكم انتوا زعلانين، يعني زعلانين على نفسكم شوية، زعلانين من اللي بيحصل حواليكم. في امور عندكم هيكون فيها استقرار، امور هيكون فيها تغيرات، حلم هيتحقق قدامكم. كمان انتوا هنا لو يعني اي حاجة تحصل في حياتكم عشان تتم لازم تكتموا عليها، ولازم تداروا، ولازم تبعدوا عن الامور اللي مأثرة عليكم في افكار سلبية، علشان الفكر السلبي
مخليكم انتوا بتعانوا من الضغوط اللي انتوا حاليا ملتزمين بيها، في بداية جديدة، في اعتراف لحب، في طاقة معينة، في امل جديد ليكم، في امور انتوا هتتجوزوها او حل مشكلة في حياتكم عاطلة، الله اعلم. بس حرفيا انتوا عندكم اكتر من امر هتحققوه، واكتر من طاقة معينة، او اكتر من امور تجديد ليكم انتوا هتدخلوا فيها، في سعادة وفي فرحة وفي هنا. بس اجتموا على حياتكم وداروا علشان كل حاجة تتم على خير وبالشكل اللي انتوا عايزينه وبالشكل السريع. اتمنى لكم السعادة والهنا والرزق والتفاؤل. لو عجبتكم قراءتكم النهاردة ما تبخلوش عليا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل، وادعموا الفيديو بتاعكم ووصلوه لأكبر عدد من المشاهدة، وانتظروا قراءتنا الجديدة أول بأول.